السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي. كيف ما كتلاحظوا نشوف معكم هرندة الغورمات في هذا اللون، تجي غزالة. بغيت نشاركها معكم رغم ان هاد الخدمة متداولة في مواقع التواصل، بغيتكم تشوفوها في هذا اللون، كتطلع زوينة. من بعد ما بديت هنا جيت ستوق هنايا، بديت هنا 4 الغرزات، انا خدمت 4 الغرزات هنايا وطلعت هنا 3. عاد بديت الفتحة ديال الكورمات وكملت. دونك انا غنبدا معاكم هنايا من الاول، ما غنديرش الغرزة العاديين حيت بديت. غنبداو كيفاش كنخلقوا هاد الفتحه اللي هنايا. غادي نخدم الغرزه الاولى بشكل عادي. الخيط درتو على 3 شعرات وغنقز هنا بحساب 2 الغرزات، كنمشي للرابعه. الرابعه كتكون هي هاد الاخرى بطبيعة الحال عندي هنا، باش كنشكلو هاد الفراغ اللي كيكون عندنا هنا. نخدم هنا في التوب، دابا خصني نعوض هادوك الغرزات هنا 3، كاين عندي هنا 1، دونك هنا غندير غير 3 باش نخرجوا بربعة. 1 2 3، ها الرابعة ما ستكونش في ديك فتحة، ستكون عندها غرزة ديالها بوحدها، خدمناها في الأول صافي. دابا دوزنا هاد السطر الأول، غنرجع بالسطر، غنرجع بثلاثة سطورة، 3 غيكونوا من هنا و 3 من هنا. نرجع نخدم الغرز دابا العاديين، فين غنشكلو الكورمات. رجع ثانية، دابا السطر الثالث هما 3 من هنا، ونكملو الثالثة من الجهة الأخرى. دابا كملنا 3 من هنا، 3 من هنا، الرابعة نخدمو فيها. دابا باش نشكلو هاد الشكل هذا، الحبكة ديال الكورمات، نخدمو هنا غرزة واحدة عادية، هي
دابا غندورو الخيط للجهة الأخرى باش نبداو نشكلو غرزة الكورمات. كنحاولو نبداو داكشي من الأول، ما يهربش لنا الخيط الوسط. وغنديرو خمسة ديال الحبكات، تكون وحدة وحدة وحدة، ما نديروش وحدة فوق وحدة باش ما تجيش معربزة. ثالثة، رابعة، خامسة. لا ما جاتش مقادة، خيط ملوي شوية، نعاودو نقادوها نغيرو. هاهي كملناها. دابا غنمشي لحب هنايا، نخدم غرزة عادية في الغرزة الرابعة الأخرى كاع. نخدمو دابا في التوب، نعود معكم واحدة أخرى. كما قلنا غنشكلو هاد الفراغ، كنخدمو غير غرزة واحدة وغنقزو بحساب جوج. المهم كتنقزي حتى الأخرى، كنخدمو واحدة هنا الأخرى اللي حدا التوب، نديرو غرزة في التوب. دابا غنعمرو هذاك الفراغ، نعوضو الغرز ديالنا هنا. ثلاثة، واحد، جوج، ثلاثة، الرابعة، هما كملنا أربعة، عوضنا الغرز ديالنا. دابا غنخدمو عادي، غرز عاديين، يعني يلا درنا سطر اليمين، نرجعو من اليسار سطر اخر، نكملو ثلاثة من هنا ثلاثة من هنا. نتمنى يكون واضح. السطر الثاني دابا نحاول نزومي، نخليهم بحال هكا قريب. اليمين واليسار يعني كنمشيو بيه ونرجعو بيه. ثلاثة، سطر الثالث دابا ذهابا وإيابا. أربعة الغرزات، دابا كملنا ثلاثة السطوره ديالنا. نبداو بالحبكه ديال الكورمات، ديما كنضربو وحده غرزه الاولى عاديه، عاد كنبداو حبكه باش كيبقى ديما غرزه قبل وغرزه من بعد، باش كيجي داكشي متساوي. من هنا كتجي الكورمات الوسط، نحبكو
وقلنا هنا نحاولوا ديما هاد الاولى الصخرة شوية تتعاوني بسبعانك هكا الاول الى خدمتي عادي كتجي الوسط. كملوا قلنا خمسة الحبكات جوج ثلاثة أربعة خيط هنا بدا كيتحل هنا أربعة بقات لنا وحدة خمسة 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 الحبكات ما كنزيرو ما كنرخفو يعني على قدها ما تزيراش تاني باش ما كتجمعش الراندة تجيش مشكرفة نفس الوقت ما غنطلقوش ما تخليش تاني مطلوق يجي مرخي صافي خدمنا غرزة دابا عادية هنا كنضربو في التوب صافي هنا كملنا كورميطة عاوتاني غنشكلو هداك العوينة دابا غنشكلو قلنا هداك العوينة كبيرة ونقزو جوج كنمشيو الغرزة الرابعة كنتمنى يكون الشرح ديالي واضح يكون عجبكم هاد اللوين كتطلع غزالة هاد الكورميط عاد من بعد غنشوف معكم درس تاني فوق ما ندير فوق منو هذاك العقيق كنتمنى يكون عجبكم الفيديو ونتلقاكم في فيديو اخر ان شاء الله مع السلامه.